السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد من برنامجكم حديث الصحافة، وفيه نتابع أبرز عناوين الصحف المحلية والدولية ونستعرض مقالات الرأي والتحليل لأشهر الكتاب والمحللين. ونبدأ لقاءنا اليوم بعناوين الصحف المحلية، والبداية من صحيفة الجمهورية. رئيس الجمهورية يكشف عن 500 بئر غازية يجري الترتيب لاستثمارها. مجلس الوزراء يعتبر كافة الاستحداثات في حرم مطار الحديدة الدولي باطلة ويوجه الدفاع والداخلية بسرعة إزالتها. استنفار أمني في ذمار لمنع تسلل عناصر القاعدة. مصرع أكثر من 15 مسلحا من عناصر القاعدة وتدمير سيارتين مفخختين والطيران يدك أوكار الإرهابيين في رداع. حوريا مشهور، حكومة الوفاق لا تملك عصا سحرية ولكنها تؤسس لمواطنة متساوية. 3 ألبان يقرون أمام القضاء بإدخال 179 طنا من المتفجرات إلى ميناء المكلا. وزير الدفاع المصري، الصراع السياسي في البلاد يدفعها إلى الانهيار. صحيفة المصدر، وساطة لمشايخ مراد بقيادة القردع والصوفي والعجي تهدئ المعارك في رداع. الشيخ الجبري، الوضع يختلف كثيرا عن أبيان وأنا نبهت المحافظ إلى ذلك قبل الحرب بأيام. اللواء قحطان، أياد خفية ومتعددة تمارس الاغتيالات والهدف إفشال المبادرة والتأثير في مناخ الحوار. صحيفة أخبار اليوم، رداع، مقتل 15 مسلحا إثر قصف جوي على المناسح ووساطة قبلية توقف المواجهات. السفير البريطاني، مخرجات العملية السياسية يجب أن تضمن يمنا موحدا. هادي ينتزع المؤتمر من المخلوع ويعيد الحراك المتطرف إلى مربع الصفر. سقوط خيار الانفصال مرهون بنجاح الرئيس في معالجة قضايا الجنوب الحقوقية. مسلحون يهاجمون السجن المركزي بمنصورة عدن وإصابة 4 في الاشتباكات. مسؤولون أمريكيون، شحنة الأسلحة المضبوطة أرسلتها إيران للحوثيين. وفي المواقع الإلكترونية الإخبارية نستعرض التالي. الصحوانت، طلاب اليمن في الخارج يشكلون لجنة تنسيقية لتوحيد احتجاجاتهم المطلبية. استهداف الطيران لمنطقة في ذمار يخلف الرعب بين الأهالي ومطالبات بحمايتهم. أبناء سقطرى يخيرون الرئيس بين الانحياز لهم أو دعم محافظة حضرموت. الأهالي نت، القيادي الناصري وكيل محافظة حجة زيد عرجاش للأهالي نت، جماعة الحوثي محصورة في المناطق التي يتدنى فيها الوعي وأي مشروع يختزل في سلالة فهو منتهي. 10 ملايين دولار لتنفيذ خطط الطوارئ لوزارة التربية والتعليم. الربيع نت، رئيس إعلامية الإصلاح بصعدة يدعو الحوثيين إلى إغلاق سجونهم السرية. صخر الوجيه، هناك زيادة للمنح المالية للطلاب سيعلن عنها قريبا. وفي تفاصيل خبر نطالع في مأرب بريس خبر الاتهامات الموجهة للحوثيين في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران بفرض تقاسم أموال إعادة الإعمار المسلمة من الدولة. قال مواطنون من أبناء مديرية حرف سفيان محافظة عمران أن جماعة الحوثي تفرض عليهم بالقوة تقاسم مبالغ إعادة الإعمار المسلمة من السلطة المحلية بالمحافظة. وذكرت مصادر مطلعة لمارب بريس إلى أن المديرية تشهد توترا كبيرا منذ الاثنين بسبب قيام جماعة الحوثي المسلحة بإرغام المواطنين على دفع المبالغ التي يستلمها من السلطة المحلية لإعادة إعمار المديرية ومحاولة الجماعة الحوثية الاستحواذ على المبلغ المخصص للإعمار. المصادر ذاتها أوضحت للصحيفة بأن جماعة الحوثي المسلحة تفرض بحسب المصادر تقاسم المبالغ الخاصة بالإعمار إلى 3 أقسام: ثلث لممثلي الحوثي يتصرفون فيه كيفما شاءوا، وثلث لشيخ صغير بن عزيز، وثلث لمدير المديرية. وأشارت المصادر إلى أن عناصر جماعة الحوثي المسلحة انتشرت في عدد من مناطق مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران، مما أثار توترا كبيرا في المديرية.
مقالة الرأي والتحليل نبدأها بتساؤل راكان عبد الباسط الجبيحي في عدن أونلاين، إلى أين يتجه اليمن؟ استعرض فيه نتائج عام ونيف من الفترة الانتقالية التي بدأت مع التوقيع على المبادرة الخليجية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني مخرج بالنسبة لليمن، وإلا فإنه يتجه إلى مستقبل مجهول. اليمن يتجه نحو الانهيار العاصفي والإحباط المفاجئ إذا لم يتم انعقاد الحوار، فبلا شك ومن المتوقع أن اليمن قادم على أزمة خارقة في مختلف المجالات تنهي اليمن من على وجه الأرض. القضية الجنوبية، هل بات الحل قريبا؟ هذا عنوان مقال ناصر الصويل في الإصلاح نت، أكد فيه على أهمية حل القضية الجنوبية والتي تعد أبرز محاور مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، لافتا الانتباه إلى أن حل هذه القضية قد تأخر، إلا أنه لا يكون بالانفصال الذي يتحدث عنه فصيل واحد يدعي تمثيله لأبناء الجنوب. إن حل القضية الجنوبية قد يكون متأخرا كثيرا، ولكن هذا لا يعني أن الحل الوحيد يكمن في الانفصال أو فك الارتباط كما يتصور أحد المكونات السياسية في الساحة الجنوبية، وهؤلاء من حقهم المطالبة بما يعتقدونه أنه الحل الأمثل لإنهاء الظلم والفساد الواقع على أبناء الجنوب منذ حرب صيف 94 وما تبعها من مظالم، ولكن ليس من حقهم أن يتحدثوا باسم أبناء الجنوب كافة الذين لا يوافقون جميعهم بالضرورة على مشروع الانفصال أو فك الارتباط، وهذا من حقهم أيضا. فالحل في اعتقادي إذن يكمن في الحوار الجنوبي الجنوبي، وذلك للخروج برؤية مشتركة للتعبير عن القضية الجنوبية وأبناء الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني والمتوقع انعقاده قريبا. أحمد عبد الغني في الأهالي نت كتب: هرمنا في انتظار التغيير. عاد إلى الأذهان تلك العبارة التي أطلقها التونسيون مع نجاح ثورتهم العظيمة، والتي كانت منطلقا لثورات الربيع العربي، رابطا بينها وبين حالة الانتظار التي تطول بين فينة وأخرى لدى اليمنيين، انتظارا للتغيير المرتقب الذي من الضروري أن يحصل في كافة المجالات. هرمنا ونحن بانتظار تطور مجتمعي يزيل عن كاهل الناس ركام التخلف الذي أثقل حياتهم قرونا من الزمن. هرمنا ونحن بانتظار بناء دولة النظام والقانون. هرمنا ونحن نناضل من أجل سقوط منظومة الفساد. هرمنا ونحن نرى من يلتهم تضحيات ثورة الشعب لتحقيق المجد الشخصي. هرمنا ونحن نرى المتملقين والمتسلقين والمصلحيين وجماعات الثقة هم أصحاب الأولوية في كل شيء قبل الثورة وبعدها. هرمنا ونحن نرى النظام القديم يعيد بناء نفسه بشخوصه ورموزه وأدواته. هرمنا ونحن ننتظر التغيير ممن لا يريد التغيير أصلاً. عبد الغني الماوري في أسبوعية الناس كتب عن سياسة المكايدة، سخر فيه من حالة المتضررين من الثورة الشعبية الشبابية السلمية وكيف يناكفونها ويسعون لإفشالها بأساليب وتصرفات تجاوزت المعقول. في اليمن لا يوجد سياسة إلا سياسة الكيد والخداع. يمكنك أن تلاحظ كيف تحتفي صحف المؤتمر الشعبي العام بالحوثيين والحراكيين الذين يطالبون بالانفصال بطريقة تثير الريبة، وكيف بدأ تشكل تحالف غير معلن بين هذه المكونات الثلاثة على الصعيد السياسي. ربما يعتبر المخلوع أن الثورة طعنته في كبريائه، ولذا فهو يفكر بالانتقام من الثورة والثوار والدولة بشكل عام، وليس هناك من وسيلة لتحقيق هذه الغاية إلا إفشال الرئيس الجديد وإفشال الدولة. الماوري في مقاله أشار إلى حالة المكايدة السياسية في مصر، مستعرضا بعض النماذج التي كانت تكشف سوء نية أولئك الذين لن يرضوا عن شيء حتى وإن كان بناء على رغبتهم وطلباتهم. مصر مثلا نموذج صارخ على تصدر سياسة المكايدة على ما سواها. سأذكر بعض الأمثلة على كيف يمارس الساسة المصريون هذه السياسة بكل وقاحة ممكنة.
أثناء كتابة الدستور كان مطلب القوى الليبرالية واليسارية المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن يتم النص على أن وزير الدفاع وهو القائد العام للقوات المسلحة يجب أن يكون من أبناء الجيش حتى لا يتم أخوانة القوات المسلحة. عندما وافقت جماعة الإخوان المسلمين على هذا النص خرج هؤلاء ليقولوا إن مادة وزير الدفاع في الدستور دليل على وجود صفقة بين العسكر والإخوان. في موضوع النائب العام مثلا كان مطلب شباب الثورة والقوى السياسية هو إقالة عبد المجيد محمود النائب السابق من منصبه، وعندما تم التخلص منه أعلنت بعض القوى عن رفضهم ذلك، بل إن حمدين صباح المرشح الرئاسي السابق ذهب لزيارة النائب العام السابق في مكتبه ليعلن تضامنه معه في وجه مؤامرة الإخوان. الدكتور عمر عبد العزيز في يومية الجمهورية كتب إلى من يهمه الأمر، أشار فيه إلى ما تمتلكه القيادة السياسية ممثلة برئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني من دعم دولي وإقليمي منقطع نظير. كان أبرز مظاهر هذا الاجتماع الدولي الأخير الذي شهدته صنعاء الأحد الماضي داعيا إلى الاستفادة من ذلك والقيام بما هو مطلوب منا محليا. المجلس يمثل إرادة سياسية وعملياتية دولية لا يقوى أحد على التنطع بها ومجافاتها طالما توفر فيها الإجماع الدولي، لكن ذلك ليس حلا سحريا إلا إذا شرعت القيادة السياسية الشرعية الراهنة في سلسلة من التدابير العاجلة التي توازي هذا الدعم السياسي غير المسبوق من جهة وترصف الطريق السالك لاستكمال المرحلة الانتقالية بصورة ناعمة وتنزع فتائل الفتنة والحروب البينية الباردة منها والساخنة وصولا إلى محاصرة الحروب الافتراضية المؤجلة. الملفات المرتبطة بالمعالجات العاجلة واضحة المعالم ولا تتطلب سوى الشروع العملي في تدويرها السريع والناجز، ومن المؤكد أن ملفي الجنوب وصعدة يمثلان محور ارتكاز الحلول المطلوبة دون ما تأخير. وفي الصحافة الجديدة نتابع بعضا من المشاركات المتفرقة، والبداية من مشاركة الباحث نبيل البوكيري، وعلى صفحته بالفيسبوك دعا الجهات الرسمية إلى الكشف عن من يقف خلف شحنات الأسلحة التي تم إفشالها من قبل أجهزة الأمن في خفر السواحل اليمنية. إفشال عشرات العمليات من تهريب الأسلحة آخرها وليس آخرها السفينة المحملة بصواريخ مضادة للطائرات، وقبلها دينا في حضرموت قادمة من صعدة، وقبل ذلك السفن القادمة من تركيا، ومع ذلك لم نسمع بأي من مصير هذه الأسلحة والجهات التي تقف خلفها ويمارس شيئا من الاستغباء على الرأي العام. غضبي على نخبة الرأي العام التي لا تريد أن تفهم أو تعرف شيئا، فزيادة عمليات تهريب الأسلحة لا يعني سوى شيئا واحدا، أن هناك من يخطط لجر البلاد إلى فوضى عارمة، والدليل مصير عمليات التحقيق التي تشير إلى أن ثمة تواطؤا مريبا فيها. رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي على صفحته بالفيسبوك وجه رسالة إلى الشعب اليمني بعد عودته من رحلة علاجية استمرت لمدة شهرين، إليكم جزء منها. إنني أرى تباشير كثيرة وحقيقية لميلاد اليمن الحديث، مما يتطلب منا جميعا تشمير السواعد ومضاعفة الجهد وانتهاز الفرص المتاحة أمامنا لإنجاز مشروع الدولة وبناء مداميك نظام ديمقراطي يؤسس لشراكة وطنية تجمع كافة اليمنيين حول هذا المشروع وهذا الحلم الذي قدم اليمنيون في كل اليمن الحبيب التضحيات الجسام منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر وامتدادا إلى ثورة الشبابية السلمية من أجل رؤية يمن موحد ومستقر، يمن خال من الاستبداد والاستئثار، يمن لا فساد فيه ولا محسوبية، يمن يعلى فيه من شأن المواطن وتصان فيه الحقوق والحريات، يمن ينعم فيه اليمنيون بمواطنة متساوية ويشاركون جميعا في قرار بناء دولتهم وفي تقاسم ثرواتهم بعدالة وإنصاف ومن دون إقصاء أو إبعاد أو تنكر لجهد أحد، فردا كان أو جماعة أو حزبا أو قوى شعبية أو اجتماعية، فالجميع يمنيون وأبناء وطن واحد لا يمكن أن يتقدم أو يزدهر ما لم تسد روح الشراكة في البناء
ويتحمل الجميع مسؤولية العبور الآمن بهذا الوطن نحو المستقبل الأفضل. المحامي خالد الأنسي على صفحته بالفيسبوك أكد أن معايير الحركات الإرهابية عند الأمريكان ذات طابع ازدواجي، مؤكدا أنها تتعامل مع إطلاق التسميات على دوافع استهداف الأمريكيين فقط. أما بالنسبة لحركة الحوثي عندهم، طالما ترفع شعارات الموت لأمريكا وإسرائيل والقتلى من اليمنيين فهي حركة سخيفة وترفع شعارات سخيفة. لا يكفي لتصنيف الحركة بأنها حركة إرهابية كونها حركة مسلحة، ولا كونها تمارس أعمال العنف والقتل والإرهاب، حتى وإن رفعت شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وصرخت به وسط البيت الأبيض، ما دام الضحايا يمنيين 100%. فقتل اليمنيين وترويعهم وإرهابهم واختطافهم وإخفاؤهم قسريا وإعدامهم سرا وجهرا لا يعد أمريكيا إرهابا، وإنما أعمال سخيفة من حركة ترفع شعارات سخيفة. مشاهدين الكرام، كان هذا أبرز ما تناولته الصحف المحلية والدولية والمواقع الإخبارية. يمكنكم المشاركة معنا في هذا البرنامج من خلال صفحتنا على الفيسبوك حديث الصحافة والتويتر وكذلك اليوتيوب. إلى الملتقى، لكم مني أحلى المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.